الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. إذن معنا في القيروان الشاعر راشد عيسى الوافد من الأردن، من الأردن الشقيق. أهلا وسهلا أستاذ راشد. يا مساء الشعر والمحبة، مساءنا قيرواني بامتياز. أنا سعيد بأن أكون بينكم هنا في هذه الديار القيروانية، حيث يشهد التاريخ أن القيروان صنعته، ويشهد الهواء وتشهد الأشجار وتشهد القلوب المحبة أن القيروان ولدت وهي في الأصل حديقة السماء، هكذا أراها بسبب ما أرى من أهلها من مودة وتقدير واحترام ومشاعر طفولية بريئة كالأزهار. يعني أنا دعيت للمشاركة، ويعني هذا يعني بذلك أقدم شكراني الكبير لإدارة المهرجان على مهرجان ربيع الفنون الدولي. دعيت لأشارك فيه شاعرا، وأتمنى أن يعني أقول شعرا يليق بهذه المناسبة. آخر التكريمات في الأردن؟ والله آخر التكريمات كانت هي أن صدرت إرادة ملكية سامية من جلالة الملك ملك الأردن عبد الله الثاني بمنح جائزة الدولة التقديرية في الآداب. هنيئا لك. لا أستطيع يعني في هذه الفرصة الثمينة ألا أسألك عن ذائقتك الشعرية، الشعر العمودي وشعر التفعيلة والشعر الحر، ما موقف شاعرنا من هذا؟ أولا أنا موقفي الشخصي من الشعر أنني منذ طفولتي شعرت أن حياتي الحقيقية ستكون داخل اللغة، اللغة أمي، ولذلك عندما أصبحت شاعرا بدت أردد وما زلت وسأبقى إن لم أمت بالشعر كل دقيقة، فبأي أسباب الحياة أعيش. الله الله الله. الموسيقى، موسيقى الشعر، موسيقى الشعر. هناك تعرف تحولات مستمرة في القصيدة العربية، بدأ من القصيدة شعر الشطرين إلى قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر إلى المقطوعة إلى الومضة. لكن يجب عندما نقول يعني هذا الشعر أن نجد فيه ما يميزه، وخصوصا الإيقاع. لا بد للشعر من إيقاع. أول ما كان به الشعر شعرا موسيقاه، هل ظل الشعر كائنا بالموسيقى؟ الآن في تفلتات كبيرة، محاولات كبيرة، وأنا من الذين يؤكدون أن قصيدة النثر أنا لست ضدها أبدا أبدا، لها متعتها، متعة. هل هي من جنس الشعر؟ لكن هي يعني أم هي جنس ثالث؟ هي كثيرون يعني قالوا يعني إنها جنس ثالث، جنس متحور. لكن النقطة المهمة أن قصيدة النثر لم تستطع أن تثبت مشروعيتها حتى الآن، ولذلك يعني هناك قوى أو اتجاهات أو ناس يحاولون أن يعني يؤسسوها أو ينشروها بشكل كبير، لكنهم فشلوا وسيفشلون بسبب أنها تخلو من العنصر الأصلي العالمي الكوني الإنساني الذي اسمه الموسيقى. وأنا لست هنا بالضرورة من القائلين بالموسيقى العالية، يعني هناك موسيقى فاشلة أيضا حتى في القصيدة العمودية، إذا على الضجيج وأصبحت القصيدة خطابية من برية، أنا ضد ذلك. واضح. أنا مع الهمس الموسيقي، مع الموسيقى أو مع الإيقاع التي مع الإيقاع الذي يكون ملائما للأداء وللموسيقى. شكرا جزيلا. كلمة الختام في هذا اللقاء توجهها إلى جمهورك في تونس والقيروان. والله كلمتي الأخيرة هي أنني أدعوكم دائما أن لقراءة الشعر، فهو الوحيد الذي يجعلنا نسمو بخيالنا ويجعلنا نعيد ترتيب أحزاننا وترتيب مسراتنا. الشعر طفل مدلل كالموسيقى. تعطرت القيروان بحضور شاعرنا، ولنا معه ربما لقاءات، فإلى اللقاء. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.